إبراهيم عليه السلام يا أخواننا لم يكن له ولد وكبر في السن، ما عنده ولد، وتقدمت به السن، فجاءت الرسل إليه من الملائكة، جو كضيوف في البيت. وإبراهيم عليه السلام ما كان يعلم إنه ديل ملائكة، كان قايلهم ضيوف عاديين يعني نزلوا في بيته. ربنا قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. البشرى دي شنو هي ذاتها؟ البشرى دارين يبشروه بأنه زوجته حتلد، لأنه دعا ربنا كما في سورة الصافات: قال ربي هب لي من الصالحين. دعا ربنا، قال: يا الله أرزقني مولود، والمولود ده يكون صالح. عشان كده العلماء قالوا الدعاء بتاع إبراهيم ده فيه فائدة لك أنت لما تدعو، ما تقول يا ربنا أرزقني مولود فقط، قول أرزقني مولود صالح، لأنه ممكن ربنا يديك مولود لكن يطلع ما صالح، يا ذاك أذى ابتدى، يا ذاك أول حاجة، ويا ذا الأمة الإسلامية كلها. عشان كده إبراهيم عليه السلام دعا شنو؟ قال: ربي هب لي من الصالحين. طيب الرسل جو من الملائكة، دخلوا عليه ما عارفه. ربنا قال: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، سلموا عليه ورد السلام. فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. أول ما دخل الضيوف مش جاب الأكل طوالي. العلماء قالوا هذا فيه كرم للأنبياء، من الكرم إنه ضيفك لما يدخل عليك ما تقول له ها اتغديت ولا لسه، داير شاي ولا داير قهوة ولا تنوم ساي كده، أنت الضيف بتكرمه من غير ما تشاوره، لأنه ما تكسر حياة الضيف، تسأله ها اتغديت؟ لو ما اتغدى يقول لك اه والله اتغديت قبل شوي هنا، واحتمال يكون ما اتغدى ذاته. فإبراهيم عليه السلام ما استشارهم، قال طوالي. فجاء بعجل حنيذ، والحنيذ يعني المشوي على زي ما بسموه احنا عندنا على الجمر الفحم. فجاء بعجل حنيذ قال، فقربه إليهم، خدت لهم الأكل قدامهم، قال: ألا تأكلون؟ للآيات هناك في سورة الزاريات: ألا تأكلون؟ لقوم ما بياكلوا، فأوجس منهم خيفة، خاف إنهم ما بياكلوا معلوم، لأنه دي الملائكة، ملائكة ما بياكلوا، فخاف إنهم إبراهيم. قالوا: لا تخف، ما تخاف، نحن ملائكة. قولوا ربنا قال: وامرأته قائمة فضحكت، ضحكت، ضحكت. دي المفسرين فسروها بأشياء كثيرة، بعضهم قال إنه هي سوت لهم الأكل وتعبت فيه وجابت لهم ما يأكلوا، ضحكت تعجبا، نظام أنا تعبت وما أكلوا الأكل بتاعي، فضحكت تعجبت من أمرهم. قال: فبشرناها بإسحاق، حتلدي إسحاق، ومن وراء إسحاق، وإسحاق ده حيلد برضه، ومن وراء إسحاق يعقوب، ويعقوب ده أبو يوسف، فهي من حيجي من نسلها ثلاثة أنبياء ورا بعض، ثلاثة: إسحاق، يعقوب، يوسف. فبشرناها، البشرى دي يا أخواننا لأنه ده الأنبياء كمان، مش أجانا ساي، أنت هسه لو قالك جابوا لك ساي ولد، ولد ده ممكن يطلع ذول كويس، ممكن يطلع شماشي، ممكن يطلع أي حاجة، أنت بتكون فرحان، بس يقول لك جابوا لك ولد. ما بالك كون الإنسان يبشر يا أخواننا بنبي من الأنبياء. بشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. كويس يا أخواننا، انتبهوا لأنه في القصة دي إبراهيم عليه السلام دعا ربنا، مع أنه هو صالح، بل من سادات الصالحين، بل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع انه افضل منه، محمد صلى الله عليه وسلم افضل من ابراهيم عليه السلام، لكن مع ذا ربنا قال: ثم اوحينا اليك ان اتبع
ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إبراهيم ده عنده توحيد عجيب. مع هذا كله ما قال أنا صالح والمرة دي بديت جنة براي. السموش الجماعة بقول لك لو ما عندك جنة تمشي للصالحين يدوك جنة ولا ما في الكلام ده؟ راقت المجتمع. بس خلي الناس اللي مونان في واحد مرته 5 6 سنة ما ولدت يقول يا أخي أنت المقاعدك لسه شنو؟ هذا الشيخ بيجا يقول لا مش له يدي لك الجنة. وي ما في شيخ بدي جنة. عارفوا المعلومة دي؟ والله تمش تودي مرتك للشيخ ده خراب عقيدة وخراب أخلاق. أكلمك النصيحة، خراب عقيدة، لأنه يومك تعتمد على غير الله عقيدتك خربت وخراب أخلاق. ودي أشياء قد أنتوا تعرفوا أكثر مني أنا. على أي حال إبراهيم عليه السلام دعا ربنا هب لي من الصالحين، ربنا أداه. قال فبشرناه بغلام حليم. الغلام كبر لما بلغ معه السعي. بلغ السعي يعني شنو؟ يعني كبر وبقى بيشتغل مع أبوه. وهذه يا أخواننا المرحلة من أشد المراحل اللي بتخلي قلب الوالد يتعلق بالولد. لما يشتغل معاك أنت في المزرعة يشيل طوريته وبيمشي بيشتغل معاك، أنت في السوق بيمسك لك الحسابات. شب الولد وبقى يساعدك خلاص القلب يتعلق به أكثر. في أكثر المراحل اللي بيتعلق به القلب ربنا يوحي له في المنام لإبراهيم عليه السلام، في النوم كمان. وقالوا ده بلاء أشد زي ما تكلم عنه الشيخ. البلاء البلاء الأشد كونه يجي وحي في النوم. طبعا رؤيا الأنبياء حق وحي. أها يقول لا تذبح ولدك ده. وخلي بالك شوف البلاء وين الأشد، إنه تذبح إنت. يعني أصل لو قولك ساي خلي ولدي يذبحوه معلش ممكن تكون أخف شوية. لا لا ما يذبحوا إنت ده تذبحوا بيدك. يا أخوانا شو ده إحنا بنقدر عليه؟ كاد أسألكم بقى الله اللي بيقدر عليه ده منه؟ ما بتقدر. ونحن أصل الله ما قال لنا اذبحوهم، الله قال لنا ربوهم كويس بس ربيه كويس. شوف دي نحن ما قادرين عليها. وهناك الأنبياء يبتلوا بشنو؟ إنه تذبحوا. نحن تربية الآن كويسة غالبانة يا أخ، أولادنا نربيهم بالمسلسلات وفاكيه في الشارع ساي يجيك بأي بلوة داخل بيها أنت ما جايب خبر يا ناس. بلا شوف البلاد عجيب كيف جاء لي ولده بيستشير فيه قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هرأك شنو؟ والله يا ناس هسه زماننا ده احنا شغلنا دي كيف؟ ولدك تقول له بضحك؟ ولدك كان نظمت معاه ساي بيقبل منك؟ ينفض لك يده كده ويقفل الباب رب يمرق يفوت. انت بعد ذاك بتبقى في حسابات ضيقه جدا. الولد ده كان عصرت عليه وبيشرد. احسن اخليه بيشرب بنجو خليه في بنجو ده. مع البنات بيعاكسن خليه. لانه لو مشيت عصرت عليه بيطفش بيفوت. شوف جنس البلاوي دي. تبقى انت ذاتك الوالد أسير للولد، أنت أسير له، لأنه التربية منفلتة من الأول اللي إحنا فرطنا فيه. فهمت كلامي؟ لكن شوف تربية الأنبياء كيف. قال يا بني إني أرى في المنام أني في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. شوف الكلام ده مميز كيف. قال يا أبتي افعل ما تؤمر، سوى الحاجة اللي الله قال لك سويها. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. تخيل وفي الوقت المحدد يجيب ولده ويرقده في الواطة ويقول له الجلابية بتاعتنا الكويسة اللابسة دي ما تطبحني فيها عشان تكفيني فيها بعدين ملصة. يملص الجلابية براو. ربنا قال فلما أسلما استسلموا الاثنين لله. والله انت شوف دينك ودنياك ما تصلح الا تستسلم لي الله. استسلم يا اخي. نحن الان كثير مننا عنده راي في اي حاجه اي شيء تقول له النبي قال الله قال يقول لك لكن يا اخي ما بتجي. ما بتجي شنو؟ شنو ما بتجي؟ هنا الله قال لك فلما اسلم استسلم يذبح ولده. والله يا اخواننا نحن الجنه كان
ربنا بقى لنا الواحد يذبح ولده؟ والله النصيحة ناس كتار ما بخشوها، واحتمال كلنا ما نقدر عليها، شيء صعب. فلما أسلم، استسلم يا زول. عشان كده أنت في دينك أول ما تسمع حكم بتاع مسألة شرعية يقول لك النبي قال، خلاص انتهى الموضوع. أتذكر دق علي أول أمس نفرين، أنا بجد عجبوني جدا والله، وقليل في المجتمع تلقى ناس زي دي بيستفسروا عن مسألة في العقيدة اللي هي البناء على القبور، وطبعا ده محرم ما بجوز، ما تبني على قبر ولا شبر واحد ولو كان قبر نبي من الأنبياء، ما تبني عليه، ما بجوز، ولا صالح ولا غيره. فاتصلوا قالوا عندهم والدهم، وكان رجل شهم وعمدة بتاع البلد، رجل كريم ويشار له بالبنان في البلد كلها، وتوفي رحمه الله سبحانه وتعالى. لما توفى بعض الأهل قالوا لابد نعمل له بلاط كده وسياج حوالين القبر، قالوا عشان الناس يعرفوا ويدعوا له بالخير، وإن كان نيتهم نية كويسة يعني، لكن العمل غلط. فالمهم اتصلوا وقال لي يا أخي دعنا استفسر من المسألة دي، وريت الحكم الشرعي للمتصل علي. قام قال لي لا أديك واحد اللي هو كبير العائلة بتاعتنا. فذاك لما اتصل دار أوريك الشاهد هنا، قام قال لي المسألة دي بتجوز ولا ما بتجوز؟ قلت له يا أخي والله دي نهى عنا النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل قبل ما أقول الدليل، قال لي النبي نهى عنا؟ قلت له أي بس، قال لي انتهى الموضوع خلاص، انتهى الكلام. شوف بالله الناس عندها طاعة للرسول كيف، ده موقف مشرف، نهى عنا الرسول أيوة انتهى خلاص، ما في حاجة تانية. عشان كده هنا ربنا قال لك فلما أسلما، الاثنين استسلموا، وتله، تله يعني رقدوا على صفحته، على الجبين، الجبين الصفحة بجاي دار يذبحوا. ناديناه أي يا إبراهيم، ربنا في الوقت ده ناداه، خلاص انتهى الامتحان، انتهى المطلوب. يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ما تذبح ولدك خلاص. ربنا بعديها قال إن هذا لهو البلاء المبين. قال وفديناه بذبح عظيم. ربنا نزله كبش من الجنة، برعى في الجنة 100 سنة، كبش ربنا نزله له فدى لإسماعيل عليه السلام، عشان كده يسمى إسماعيل بالذبيح، إسماعيل عليه السلام يسمى بالذبيح لأنه أبوه عليه السلام كان دار يذبحه، وربنا فداه بكبش من الجنة. ودي يا أخواننا القصة بتاعت الأضحية بتاعتنا. العلماء قالوا، ابن القيم رحمه الله تعالى قال فيها فائدة جميلة، إبراهيم ربنا سماه خليل، خليل يعني شنو؟ خليل يعني بلغ أعلى درجات المحبة، ربنا بحبه محبة عالية، والدرجة دي ما بلغ إلا إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، الاثنين دول بس، ومحمد أعظم، بس الاثنين دول. إبراهيم لما بلغ هذه الدرجة العالية ورزق بولد، الولد شال شيء من حبه، وإن كان ده حب طبيعي تاع والد لولده، شال شيء من الحب في قلب إبراهيم عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى أراد إنه يمتحنه في ولده ده، لو نجح في الامتحان وقبل بإنه يذبح ولده معناه كده إبراهيم خلص قلبه تماما لربه سبحانه وتعالى، وده الامتحان كان كده تمام. جاءت القصة يا أخواننا بتاعت الأضحية، العلماء وأنا أختصر الكلام قالوا عندها شروط وضوابط وأشياء واجبة وأشياء مستحبة. من الأشياء يا أخواننا الواجبة في الأضحية قالوا شروط في المضحي، الزول اللي بيضبح الأضحية، اللي بيضبحها ولا اللي بيشتريها. أولا اللي بيضبحها لابد أن يكون موحدا، ده شرط، يعني لو مشرك ما عنده ذبيحة، لو اشتراه ولا ذبحه ما عنده. عشان كده يا أخواننا الزول ينجض العقيدة، عقيدة نية، عقيدة نصها في شيخ والنص الثاني في الله، بيدعو الله مرات، يدعو الفكي مرات، دي عقيدة تعبانة منتهية دي، فهمت؟ ودي سيدة ما عنده ضحية، ده الشرط.
عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال الصحابي ضحى بكبشين أقرنين، يعني عندهم قرون، أملحين، الأملح الأبيض أو المائل للبياض، أملحين. السيدة عائشة قالت كان الكبش بتاع النبي صلى الله عليه وسلم يبرك في سواد، يعني محل ركبتين وسواد، ويمشي في سواد، محل قدمين وتحت في سواد، هو أبيض كله، وينظر في سواد حوالين أعينه في سواد. ده وصف الكبش. اثنين، واحد ضحى به قال هذا عني وعن أهل بيتي، ده الأول. الثاني قال وهذا عن من وحد الله من أمتي. انتبه للشرط ده، دي رواية جاب الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن من وحد الله. هسه في ناس الواحد يكون فقير ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عننا، نعم ضحى عننا، لكن عن من؟ من وحد الله. أما ذا الملخبط وشغال شرك، الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفرادي، وقوم يا أخي ناديهم لي أهل الله البزيل البي، ده النبي ما ضحى عنه وحيق شرقبته، ما ضحى عن ده، ضحى عن ذول موحد دياته. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ده اللي ضحى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا أخوانا، ده الشرط في المضحي. عشان كده زول بيجي بيضبح لك، اللي بيضبح الأضحية ده ذاته، أنت لو ما بتضبح براك، والسنة إنه تضبح بيدك أنت صاحب الأضحية. النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو الإمام بيضبح في المصلى، الإمام من السنة يضبح في المصلى ذاته، صلى العيد يجيب الكبش بتاعه ويضبحه، تمام؟ أما أنت تضبح في بيتك وبيدك، لو دارت تجيب ضباح ما تجيب لك أي واحد سايب، واحد تلقى مربى طول ما يجي يمسك السكين يرفع لك يده كده شفتها، ويرفع يده بهنا تلقى صبيطة بتاعت حجبات، ده هو يضبح لك زيحه طوالي كده، ما يضبح لك ده، لأنه ده مما أهل به لغير الله. الصبت يا دول أضحيتك دي أنت مطلعها لربنا سبحانه وتعالى، دي عبادة ما تضيعها بعقيدة خربانة. فده ما يضحي، وليس له أن يضحي، ولا تقبل ضحيته ولا تقبل ذبيحته. بل العلماء قالوا مثل هذه الذبيحة مما أهل لغير الله به، قالوا دي ذبيحة ما بتوكل ذاتها، حتى لو ضبحوها شو يدعوها برا للكلاب هناك يأكلنا الكلاب. الشرط الثاني قالوا أن تذبح باسم الله، لما نيجي تذبح تذكر الجزار ولا أنت تذكر تقول له قول بسم الله، ما يجي سايب بس شايل سكين يقشع كده السكين وشغال بيطبح، وشني شني انت قايله؟ انت بتقطع في بصله؟ دي ذبيحه بسم الله، تقول بسم الله وما ينسى، تذكر وما ينسى، لانه بعض اهل العلم ولعله ده القول الراجح قالوا لو نسى نسيان ما بتوكل الذبيحه دي، ما تخلي انسى، كله قول ذكره بسم الله بسم الله هذا عني وعن اهل بيتي. طيب من الشروط ايضا في الاضحيه ان تكون سالمه من العيوب، والعيوب ما هي عيب، اربع عيوب فقط، ما هي عيب برد الاضحيه. يلا انتبه لين، الاول المريضه البين مرضها، يعني مرضها واضح نعرفه كيف، لما البهائم يمشن بتقدر تمشي معاي ولا بتقدر؟ اذا بتمشي مع البهائم ما عندها مشكله، دي يضحوا بها طوالي، ده مرض خفيف. لكن إذا كان المرض كثير لدرجة إنها ما بتقدر تمشي مع المراح، دي مريضة بين مرضها ما بتضحي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والهزيلة التي لا مخ لها، يعني هزيلة وعظام ناشفة ما فيها لحم، ضعيفة كده تلقاها، وإس أنواع المشي ذاته تكون غالبة، دي ما بجوز الأضحية بها. والعوراء البين عورها، لو فيها ضربة في عينه بسيطة لكن ما عورة كله كله ما مشكلة بتضحي، لكن عورة عوارة بين عداك عينه مطموسة كله كله مقدودة. ومن باب أولى العمياء، يعني إذا كان العورة ما بتضحي العمياء من باب أولى ما بتضحي، كويس. قال والعرجاء البين عرجها، كراعة مكسورة أو ما مكسورة لكن فيها ألم بين ظاهر، لما تكون ماشية بتلقاها ورا البراح ورا البهايم هناك تعبانة في مشيها، دي ما بتجوز.
ما بتضحي كرامة لحم ساي. بعد ذاك يا أخواننا لو في عيوب تانية مجلوفة بأضانة مجلوفة كده جلفة ولا بقول لك قرنة ولا بقول لك شنو ما تعرف الجماعة كونوا موسمينا. الوسم في الأضان بخل لكن ما 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 يفسد الأضحية بالضحي. الأضانة مقطوعة بالضحي والقرنة مكسور برضو بالضحي لكن ما هي زي شنو ما هي زي السليمة. الأفضل تكون سليمة يعني ما فيها كسر في قرينة ما فيها في عينة كده ألم بسيط. طيب بعد ذاك أن تذبح الأضحية بعد الصلاة. الصلاة اللي هي المقصود بها الركعتين الصلاة مش الخطبة. بعد الصلاة لو ذبحتها بعد الصلاة دي ضحية، ذبحتها قبل الصلاة دي ما ضحية دي كرامة صحيح. قبل الصلاة دي كرامة ما أضحية. من بعد صلاة العيد لحد غروب الغروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد يعني يوم العيد وثلاثة يوم بعديه اللي هو عندنا احنا بنسميه رابعة العيد. يوم العيد أيام التشريق الثلاثة لحد غروب الشمس. والأفضل الأضحية في اليوم الأول، هذا الأفضل من حيث السنة. طيب يا أخواننا بعد ذاك الإنسان ربنا قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. تأكل منها، في بعض الناس يقول لك تقسمها لثلاثة، لا ما صحيح تقسمها، لكن بس أنت تعمل بالأشياء الثلاثة دي، تأكل وتتصدق وتهدي. وفي فرق بين الصدقة والهدية. الصدقة بتكون للمحتاجين يعني الناس اللي أنت بتعرفهم في الحلة وضعهم المادي شوية تعبان ما ضحوا، أنت بترسل لهم من الضحية بتاعتك لفرحة العيد. والهدية بتكون للإنسان اللي ميسور الحال يعني، لكن زول صديقك أو زول قريب منك أو زول أنت دار تكرمه بالهدية بترسل له هدية ولو هو مضحي ذاته، أنت بترسل له منها فبتهدي وبتتصدق من الأضحية. دي يا أخواننا بعض الأحكام المهمة. آخر مسألة أنا أختم بها كلامي في تهنئة العيد والتهنئة من العادات الطيبة، وإن كانت هي أصلها في الشرع من المباحات. تهنئة العيد من العادات الطيبة عندنا في المجتمع، الإنسان يهني الآخر بهذه المناسبة العظيمة وبفرح المسلمين، ولكن الزول يا أخواننا يراعي فيها الألفاظ، في ألفاظ شرعية كان يقول الصحابة تقبل الله منا ومنكم، وفي ألفاظ غيرها جميلة وطيبة يعني كل عام أنتم بخير وكل سنة وأنتم طيب، غير من الألفاظ الطيبة. في عبارة واحدة الناس ما بينتبهوا ليها، لما تقول له العفو بيقوموا بيقول لك العفو لله والرسول صلى الله عليه وسلم. يلا زول انتبه، لما تقول العفو الإجابة يا أخواننا تكون العفو لله. يعني الناس بيقول لك بيجيبوها كده ماشية بس العفو لله والرسول، صحيح تقول العفو لله ليه؟ لأنه يا أخواننا العفو من العبادات، عبادة. وربنا يقول فمن عفا وأصلح فأجره على منه، فأجره على الله، اللي بيديك أجرك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواننا ما بيدي الأجر ولا بيقبل العفو هو، ولا يوم القيامة هو اللي بيحاسب الناس. يعني يقول لك أنت عفيت، أنا عفيت منك وانت انا خليتك وانت انا دخلتك الجنه وانت انا دخلتك النار، لا 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 لا، هذا لله سبحانه وتعالى. عشان كده لما تقول العفو زوج قال لك العفو يعني عفو عننا، تقول له العفو لله يعني عفيت عنك لوجه الله سبحانه وتعالى. الزول ما يقول العفو لله والرسول. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم معظم ومحبوب لدى المؤمنين ولدى المسلمين، لكن العبارات تكون مضبوطه، تكون مضبوطه. يا زول ما يخش في خلل في العقيده إنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيعفو عن الناس، لا لا لا، ما هو اللي بيعفو ولا هو اللي بيغفر الذنوب. ربنا قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، اللي بيغفر الذنب واللي بيعفو هو الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.